السلام عليكم، اهلا بيكم في حلقة جديدة مع اسامة. بالتأكيد هنتكلم عن اخبار منتخب مصر والبعثة اللي سافرت للسنغال لمباراة العودة، وبالتأكيد ان شاء الله هنتكلم عن اخبار النادي الاهلي وتدريبات النادي الاهلي والاخبار الجيدة لجماهير النادي الاهلي من تدريبات النادي الاهلي النهارده. لكن بالتاكيد كلنا دلوقتي عشان اقول لك الجزء اللي انت عايز تسمعه اسيبه لك في الاخر، اكيد انا هتعرض لانتقادات شديده جدا. الجزء هو خبر براءه رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور من سب وقصف رئيس النادي الاهلي الكابتن محمود الخطيب. الخبر ده صحيح ولا غير صحيح؟ بص يا سيدي، عشان انا هقول لك المصادر وانت عيش بقى. اولا المصدر الاول اللي بناء عليه انا نفسي شخصيا نشرت على تويتر ان في براءة من المحكمة الاقتصادية، والمحكمة الاقتصادية دي بهدوء هي بتنظر القضايا اللي بيكون فيها تطاول وتجاوز عبر وسائل التواصل الاجتماعي، السوشيال ميديا يعني فيسبوك بقى تويتر يوتيوب، دي بتخص المحكمة الاقتصادية. اما ما يخص السب والقصف في محكمة الجنح ده موضوع تاني بيبقى عبر الفضائيات، وده موجود في جنح العجوزة، ودي قضية او مجموعة قضايا في يوم 17 ابريل هيتم النظر للحكم فيها. لكن الخبر اللي طلع النهاردة، ايه المصدر اللي خلى الناس تكتب ان في براءة لمرتضى منصور وانا واحد منهم؟ المصدر هو القناة الاولى. القناة الاولى اعلنت في فيديو ان براءة مرتضى منصور من سب وقصف الكابتن محمود الخطيب. قضت محكمة القاهرة الاقتصادية ببراءة رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور من تهمة سب وقصف رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب، وذلك في الدعوى المقامة من رئيس الأهلي ضد رئيس الزمالك متهما إياه بالسب والقصف والإزعاج عبر مواقع التواصل الاجتماعي. ده كان مصدر الخبر ان في براءة للمستشار مرتضى منصور لما يتم الاعلان في القناة الاولى الفضائية، فبالتأكيد انت بتصل لمرحلة من المصداقية ان الناس دي اكيد مش هتهزر، ان الناس دي بالتأكيد عندها الخبر. ولكن بعد التواصل مع المستشار محمد عثمان، طب ليه اصلا لجأنا للتواصل مع المستشار محمد عثمان؟ اتصل بها مجموعه من الاشخاص المسؤولين والمتواجدين في الساحه الاعلاميه، يا احمد الخبر مش صحيح، تعالى نتواصل مع المستشار محمد عثمان. ايه القصه سياده المستشار محمد عثمان؟ النهارده ما كانش فيه جلسات ومفيش خبر من ده. الخبر يا سيادة المستشار منتشر من القناة الأولى لكل المواقع لكل الإعلاميين الرياضيين، قال لأ مفيش الكلام ده. فبالتالي قدام حضرتك دلوقتي الصورتين، صورة من واضحة صوت وصورة من الفيديو للقناة الأولى، وصورة الواضحة من سؤالنا للمستشار محمد عثمان مستشار القانوني للنادي الاهلي. ولكن لازم نوضح في نهاية الجزء ده، انت بقى يعني المفترض لو الخبر ده فعلا مش صحيح زي ما قال المستشار محمد عثمان، لابد يكون في تحقيق في القناة الاولى عن فكرة اذاعة الخبر. والناس طبعا من حقها بتتساءل من امتى الاهتمام باخبار قضايا مرتضى منصور مع الكابتن محمود الخطيب في القناة الاولى الفضائية، وان يتم الاعلان الخبر ده، ده اكيد المفترض هيكون شان داخلي. واعتقد الجدال اللي حصل على السوشيال ميديا بالتأكيد هيتم التحقيق في الامر داخل تلفزيون القناة الاولى الفضائية، واكيد هنعرف هتسفر عن ايه التحقيقات دي، هل القصة تمت ازاي. ولكن دول الخبر، ده الخبر اللي له مصدرين، مصدر بيؤكد ومصدر بينفي، والمصدر اللي بينفي هو النادي الاهلي متمثلا في المستشار محمد عثمان رئيس اللجنة القانونية في النادي الاهلي. نروح لقضايا اخرى وهي تخص ايضا الكابتن مجدي عبد الغني، وكنت اتمنى ان يكون في قضيه. ليه وليه بنروح للكابتن مجدي عبد الغني؟ يمكن اتكلمت عن الصوره الذهنيه للكابتن مجدي عبد الغني. الكابتن مجدي عبد الغني بعد حلقتي امبارح طلع اعتذار، لا انا اسف، طلع بيان، يا ريت طلع اعتذار. كنا قلنا الموضوع ممكن يتحل طالما قدمنا اعتذار، لكن الحقيقه قدم بيان يتكلم فيه عن انجازاته وماذا قدم لمصر وماذا ضحى من اجل مصر، وكانه كان بيحارب على الجبهه. كابتن مجدي عبد الغني، مع كامل احترامي وتقديري لكل لاعبي كرة القدم وكامل احترامي وتقديري لكل لاعبي كرة القدم من مثلوا منتخب مصر، انت في النهاية ده شرف ليك، ده
انجازات بتحقق بتعيش عليها تاريخك بالكامل غير المقابل المادي والمكافئات اللي بتصرف في حالة الفوز. وبالتأكيد برضو اكيد ده دور وطني ليه، بس مش دور وطني تفضل تبتزنا بيه طول العمر. مش دور وطني ان معناها انك تغلط في خلق الله وانك تقول انا ضحيت من اجل مصر. مع كامل احترامي ااكد تاني، انت ما كنتش بتحارب على الجبهه عشان تقول لي انا ضحيت من اجل مصر. انت شهرتك كلها جات من ركله جزاء ووجودك داخل النادي الاهلي، وانت كلاعب لاعب كبير وتستحق. لكن اين الاعتذار للفرد المواطن الغلبان ده من الاهانه اللي حضرتك عرضته ليها صوت وصوره؟ وفكره ان انت اصلا انت عامل عمليه جراحيه ومعاك تصريح لدخول الاستاد وانك انت مش هتقدر تمشي على ركبك، يا راجل مش قادر تمشي على ركبك وقادر تضرب الحواجز بالقوه دي والصوت ده وتقول لي عامل عمليه جراحيه؟ طب خلينا نصدقك حتى اقول اي حاجه. انت ممكن تقول زي ما قلت كده، اصل الراجل كلمني بشكل غير لائق. حتى لو كلمك بشكل غير لائق يعني نقتله يعني؟ يعني خلاص نفتري عليه؟ فالحقيقه ما صدرش اي اعتذار للشخص ده، ولكن الجهه المسؤوله عن تنظيم مباراه مصر والسنغال قررت انها تكرم هذا الشخص وبمنحه شهاده. وقالت في بيانها ايه بقى؟ قالت في بيانها ان الراجل ده تفانى في اداء عمله، ان الراجل ده التزم مزيد من ضبط النفس مع الخروج اللي حصل معه عن النص، ان الراجل ده كمان لم يسمح باي استثناءات وطبق اللوائح والقوانين والقواعد اللي واقف عشانها في مهام عمله. بمعنى ايه؟ بمعنى ان اي كلام عن فكره ان الكابتن مجدي عبد الغني معاه تصريح او غير تصريح، ما كانتش الجهه المسؤوله عن تنظيم المباراه قالت ان هو رفض الاستثناءات، وبالتالي الراجل ده كان بيشوف شغله بشكل صحيح. والكابتن مجدي عبد الغني مدين باعتذار لهذا الرجل، مش تكريما او تقديرا بعد كده الكابتن مجدي عبد الغني. لما يتم طلب منك الاعتذار فاعتقد الكريدت بتاعك قل قوي حتى لما بتعتذر. النقطه الثانيه، ودي النقطه اللي انا بطالب بيها سياده وزير الشباب والرياضه الدكتور اشرف صبحي، بطالب بيها اتحاد الكره، بطالب بيها المسؤولين عن شركه تذكرتي. عملتم دور كبير جدا، ارجوكم قرار صارم مع الكابتن مجدي عبد الغني بحرمانه من دخول المباريات على الاقل مده موسم، على الاقل مده موسم، لان في النهايه كابتن مجدي عبد الغني هو مواطن، لاعب كبير، لاعب لمنتخب مصر، شارك في كاس العالم، ولكن هو في النهايه مواطن، وفي النهايه في تطبيق قانون وفي نظام وسيستم متواجد. وشركه تذكرتي اعلنت ده، ما ينفعش شركه تذكرتي لما يحصل من جماهير النادي الاهلي التجاهل بقصد او بغير قصد، عشان انا مش هدخل في التحقيق هو بقصد او غير قصد، ومش هقول نوايا ولا هقول هو كانت نيتهم ايه، لكن في النهايه كان في سلام جمهوري بيتم بثه في الملعب، وكانت جماهير النادي الاهلي بتقول عمري ما احب غير الاهلي، وحصل بناء على ذلك عقوبه بالايقاف لمده مباراتين عشان السلوك ده. تمام جدا. اين بقى عقوبه الكابتن مجدي عبد الغني؟ ما هو في النهايه الكل يكون سواسيه، وانا اثق جدا في تذكرتي واثق جدا في المسؤولين عن شركه تذكرتي ان هم ممكن ياخدوا قرار ضد الكابتن مجدي عبد الغني بحرمانه من دخول المباريات لتطاوله وتجاوزه والاعتداء على مواطن اثناء تاديه مهام عمله. تم تكريمه اليوم، ولكن التكريم ده شان يخص هذا الرجل، ولكن لابد من معاقبه الكابتن مجدي عبد الغني. ده طبعا مواضيع بقى القضايا والشد والجذب. نروح بقى للمنتخب النهارده، وكارلوس كيروش طبعا الراجل بيحمس بشكل كبير جدا منتخب مصر وبيبعت رسائل عبر تويتر، وده كان عمله قبل المباراه الاولى. يا شباب خلاص الحلم باقي عليه خطوه. النهارده بيقول تاني ان هو مش هيروح لوحده او مش هيسافر لوحده، فبيقول شباب مصر جاهزون للشوط الثاني. نحن نمتلك طاقه اكثر من اي وقت مضى، بتواضعنا وروح فريقنا والعمل الجماعي فلن نكون بمفردنا، لأننا نحمل في قلوبنا دعم جمهور مصر. نحن كلنا ثقة لأننا نعلم أنه شيء أسمى منا جميعا، نسعى أن نصل له وقد نراه قريبا. نحن نعلم أننا نقدر أن نفعلها، لأننا جاهزون أن ندفع ثمن أن نلعب مباراة عظيمة ونقدم كل مجهوداتنا وتضحياتنا من أجل خدمة الجمهور المصري. لكم التوفيق يا شباب مصر. كارلوس
كيروش. ده طبعا كلام المدير الفني لمنتخب مصر عن مباراة السنغال، وكان الكابتن محمد صلاح قال احنا نقدر نفوز على السنغال، مش فقط نحقق التعادل. اتمنى طرق اللعب اللي نلعب بيها، واتمنى اننا نتحمل ضغوط اول 10-15 دقيقة، واتمنى نستغل ده في هجمات مرتدة عن طريق تريزيجيه ومحمد صلاح تشعرهم بالخطر وتربك حساباتهم وتقلل من فكرة الاندفاع الهجومي. لو لقوك مستكين تماما هيزيد الاندفاع الهجومي، لكن لو هددت مرماهم بهجمات مرتدة هيتعمل حساب الهجمات المرتدة دي، وانت فرصتك بتلعب على هدف، هدف هدف فيك او هدف ليك. لو سجلت هدف ليك هتصعب الامر جدا عليهم، لو سجلت هدف ليك بقت المباراة ايكوال، وبقى عندهم كمان دوافع ان هم يروحوا لأبعد من الهدف. لكن مباراة المغرب بتقول حتى لو لا قدر الله استقبلت هدف انت قادر على العودة، ومش هتحتاج ايضا غير هدف. انا واثق لو سجلنا هدف الامور اكلينيكيا هتحسم تماما، واحنا قادرين على تحقيق ده. واتمنى التوفيق لاي اتنين سنتر باكس هيلعبوا، اي زميل هيزامل ياسر ابراهيم، يقدم مباراة جيدة، بل مباراة ممتازة، بل مباراة العمر ليهم، وبالفعل هي ممكن تكون مباراة العمر ليهم لانها مباراة الصعود لمونديال 2022. وطبعا سافروا النهاردة الفرقة بطيارة خاصة، واعتقد يعني كان في صورة لسداسي منتخب مصر. السداسي ده في قلب كل اهلاوي بالتأكيد، في شخص سادس ورا مختفي خلف الخماسي اللي في الصورة امام حضراتكم. نروح لانباء النادي الاهلي وتدريبات النادي الاهلي والاخبار الجيدة من النادي الاهلي، ونبدأ بالخبر الجيد وهو عودة كوكا. عارفين كوكا كان مستبعد بعد فيروس كورونا وما أصابه من تبعات فيروس كورونا، الحمد لله رب العالمين. كوكا النهاردة رجع لتدريبات النادي الأهلي بعد إجراء الفحوصات والأشعة اللي أثبتت خلاص سلامة كوكا. نتمنى الدعوات لبدر بنون. بدر بنون موضوع مختلف قليلا عن كوكا، فنتمنى دعوات حضراتكم ان هو يعود للملاعب في اسرع وقت ممكن ويتمتع بالصحة والعافية. ايضا كان في تدريبات النهاردة للمصاب بيرسي تاو، وايضا عودة محمد هاني للتدريبات، واصبح هناك جاهزية تامة لمباراة الهلال. ولسه موقف محمد عبد المنعم مع كامل تقدير واحترامي لفكرة ان هو يلعب مباراة الهلال، الموقف لسه لم يحسم. وانا قناعاتي الشخصية طالما ان هو مش هيكون سليم 100%، وفكرة ان انا نلبسه واقي ونلعب بيه مباراة الهلال، انا مش مستشعر ان انا في ازمة لغياب محمد عبد المنعم عند رامي ربيعة، ياسر ابراهيم، ايمن اشرف، ثلاثة دوليين موجودين حاليا مع منتخب مصر. فالموضوع بالنسبة لي مش شايفه أزمة كبيرة، قادرين على تعويض غياب محمد عبد المنعم، وده ميزة الاسكواد الممتاز اللي تقدر تشتغل عليه. لان للامانه عندنا شهر ابريل كل 72 ساعه عندنا مباراه، ان شاء الله ربنا يعني كريم ويقدر بيتسو موسيماني يعمل روتيشن بشكل جيد. ولكن نعود لمشاركه بيرسي تاو، وحتى لاعبه جنوب افريقيا ليندا يعني اثارت جدل كبير جدا حول بيرسي تاو، واتكلمت بوضوح في الصحافه الجنوب افريقيه وقالت ان الراجل ده مش عايز يلعب مباريات وديه مع منتخب جنوب افريقيا، وعلى مدرب المنتخب الجنوب الافريقي ان يعتمد على اللاعبين المحليين، لان من وجهه نظرها شايفه ان بيرسي تاو مش عاوز يلعب تحت قيادة المدرب ده مباريات ودية. وانا قلت لكم من البداية الواضح جدا من تصريحات المدير الفني لمنتخب جنوب افريقيا ان في ازمة مشكلة شخصية في الافق بين بيرسي تاو وبين المدير الفني لمنتخب جنوب افريقيا، وكنت واضح معاكم في النقطة دي، وقلت لكم ده ظني وليس معلومة، وما زلت اؤكد ان ما عنديش معلومة ان اللاعب مش عايز يلعب، ده ظنون او قراءة للمشهد، وبالتالي ممكن يكون كلام ليندا هو ايضا توافق مع نفس القراءة للمشهد مع نفس الظنون، واتكلمت عن فكرة ان هو مش عاوز يلعب في منتخب جنوب افريقيا المباريات الودية، وبالطالب بالاعتماد على اللاعبين المحليين. كمان في خبر يعني بعد حلقة امبارح ان تم تغريم بيتسو موسيماني ما يقارب 500,000 دولار من نادي صن داونز، وانا بصراحة قعدت اقف قدام الخبر ما فهمتوش، انا قلت يمكن الخبر مش حقيقي، ما احنا بقيناش عارفين الاخبار الحقيقية من الاخبار مش حقيقية، فطلع الخبر حقيقي. طب عايز اقول بقى ايه يعني، اقنعني ازاي الخبر يكون حقيقي، عارف انت اقنعني دي ازاي يكون الخبر حقيقي ورئيس جمهورية جنوب افريقيا كان مطلع خطاب وصف فيه موسيماني ان هو سفير جنوب افريقيا في شمال افريقيا، وده شيء عظيم جدا ومشرف جدا، ان في خطاب يعني من بموافقه نادي صن داونز ومباركه نادي صن داونز على انتقال موسيماني للنادي الاهلي. ايه القصه؟ ليه الحوارات اتفتحت تاني وتراجع نادي صن داونز ودخلنا في خلافات؟ ارجو من كل قلبي
اننا ما نواجهش صن داونز في المباراه النهائيه. المواضيع دي من وجهه نظري بتاثر بشكل او باخر على بيتسو موسيماني، او لو انا قابل صن داونز اتمنى اقتراح فكره ان المباراه تلعب ذهابا وايابا يعود مره اخرى، لانه في اقتراح بكده افضل بكتير من انك تلعب 90 دقيقه مباراه واحده في جنوب افريقيا. الامور هتكون صعبه جدا. هتقول لي احنا صعدنا ولا لسه وهنصعد؟ ما نتكلم الاول في مباراه الهلال، بالتاكيد كل الاولويه دلوقتي لمباراه الهلال، وتم رفض طبعا كالعاده يعني طلب الهلال باستخدام تقنيه الفيديو، وسكازو هيكون حكم المباراه وربنا يسترها على الفرقتين. ولكن النادي الاهلي بيسعى ان يكون في عدد كبير من الجماهير، ربما يكون اقصى من او اكثر من 5000، واتمنى تحصل موافقه لان المباراه مهمه جدا وحيويه جدا. ولكن كل الطرق دلوقتي بتؤدي الى مباراه السنغال، وتوقعاتكم لمباراه السنغال هحتاج اشوفها في التعليقات، وان شاء الله يكون منتخبنا موفق ويرجع ببطاقة التأهل. اخر خبر عن كرة اليد، لان اتحاد كرة اليد خلاص حدد بشكل رسمي مباريات النادي الاهلي التلاتة الباقية في الدوري يوم 29-30-31 مارس، سبورتنج، طلائع الجيش، الزمالك. النادي الاهلي عشان يحقق بطولة دوري اليد لازم يفوز بالتلات مباريات، اي تعادل في اي مباراة انتهى موضوع بطولة دوري اليد، ونقول مبروك وقتها لنادي الزمالك. وبالتالي انت امام تلات مباريات حاسمين بشكل كبير جدا، ان شاء الله يكون التوفيق لفريق كرة اليد بالنادي الاهلي. نشوفكم على خير، والاهلي دائما منتصرا، الاهلي فوق الجميع.